الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب العناية بأمر القلوب وعلى مراقبتها وتنظيفها ومحاسبتها الفينة بعد الفينة وعدم الغفلة عما يتعلق بالقلب إذ العطب في الغفلة عن القلب فتفقد قلبك دائما كما تتفقد ثيابك وكما تتفقد فراشك وكما تتفقد سيارتك وكما تتفقد زوجتك وولدك، فتفقد أيضا قلبك نشاطه نوره قوته عزيمته على الحق. تلمس الخلل الذي وقع فيه قلبك واقطع أسباب الفساد عنه حتى يسلم لك قلبك.